رزها اليوم يا سعيد، الله يجعلني في دار روحك، ما اجي الا من بعدك. لكن والله يا عيال في واحد قاعد يرسل لي، والله العظيم يا اخي ما ادري كيف، لكن يلا خلونا نستقبلها. توكلنا على الله، لحظة خلنا نظبط دخيلكم معي، ابغى الجولة معها. أخو ثامر صدق، سلام عليكم. عليكم السلام، تعال جولة أنا وأنت. إيش بك؟ والله إن شاء الله. وش يقول الشاعر؟ وش من يأتي أخو إيش يقول الشاعر؟ ثامر؟ أخو ثامر أخو، اسمعي إيش بك؟ مها، عادي اطلبك طلب؟ اطلبني طلب. قطع الله، ودك تقربين الكاميرا شويه عشان تلمح في جمال هذا الوجه. سبحان من هو خلقك. آه يا جماعة، بعمري وش معك مودة نقص الصوت. اي هلا. صباح الظهر ترى عندها مستوى يا عيال، خلوني جماعة. تكبير صارمي وجده معزي، ان شاء الله افتح كل موجودة. تكبيسة هيك اشوف لو كنت وخو ثامر. لا تخلوني يا عيال. ارحب يا حمد، بيض الله وجهك يا حمد، والله ما تقصر. جماعة عقال سعيد ولا عقال محمد؟ يا حمد يا حمد يا حمد حمد، مد من زوج سكورك يا سعيد، ما نشوفه سعيد اليوم، كل شيء متغير. فيك شيء متغير اليوم، ليش يعني؟ وش احلويت يعني؟ ليش؟ لا ما حلو يعني، مو في الحلا. اه لابس نظارة، صح. ارحب يا اللي طبيت، ارحب يا اللي طبيت. ان شاء الله يا سعيد المسدس حقك يطلع فيه مويه. مسدسات المويه عرفتوها؟ ايه نشوفها
مسدس مايا مسدس مايا طلقة رجعت لنا مسدس مايا ايش مسدس مايا ايه مسدس مايا ارحب الشعب ابغى الجوله يا عيال سلاح فنين جاء يا القهار يا القهار الزيرو يا ملك الزيرو ورفضت ملك الزيرو على الصفر يا ملك انكم جعان اخذوها جحفلة والله يا حمد اخذوها جحفلة ولا برم اخذتوها جحفلة هذا عشان اوريك عقالك يا سعيد ولا عقال هذا اسمه ضعف هذا اسمه ضعف جحفلة جولتين نحن ما اتفقنا لا وربك عبد نحن ما اتفقنا معروف الجحفلة جولتين بس نحن ما اتفقنا لازم نتفق من قبيله ولا حرب خدعة طيب انتم جحفلتوا الحكم الأول انتم جحفلتوا لا يا يكون فيها سماح نعمل محل نعمة يا حمدان الربوع وانت عندي يا حمدان الربوع وانت عندي يا حمدان تجيني سيارة تجيني طيارة تبصر في عمرك النعمة حق النعمة يا حمدان ما قصرت شكرا مكبسين حمد جماعة ضيفوا الداعمين والله ما قصروا تعال تعال للي عنده اللي عندي